برغم ان بعض الناس ما كانتش راضيه عن الاداء في مباراه الذهاب، لكن برضه في جميع الاحوال هي مباراه ذهاب واياب. ان شاء الله النهارده الجماهير يكون لها دور مهم جدا جدا في يعني زي ما بتقول تولد الطاقه والحماس، وان انت ما تيأس، وان انت كروح النادي الاهلي لحد اخر ثانيه بتلعب كوره. ممكن الفوز يتاخر شويه، لكن تملي احنا كسبنا بطوله الكونفدراليه في الدقيقه 96 بهدف عماد متعب، فمش عايزين نتاخر، نفضل الدعم لحد اخر ثانيه لحد الحكم ما يطلع صفارته، حتى لو كان في ظروف ما كانتش مناسبه، لكن لازم ندعم. وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي هيعدي، واملنا كبير جدا في الجهاز الفني وفريق الكوره من النادي الاهلي ان هم يعدوا، وان شاء الله يكسبوا، ما نروحش ب2-0 باذن الله نكسب اكتر من كده. على ذكر مش عايزين نتاخر، يعني زميلنا العزيز الدملي من قسم الصوت هنا كان مأمني قبل ما ابتدي مع حضرتك الحوار ده، قال لي والنبي اتكلم مع الاستاذ عبد الحكيم في تفصيله، هو ليه كولر بيغير ابتداء من الدقيقه 70؟ ليه مش قبل كده؟ مع ان في بعض الاحيان وفي بعض المباريات بتبقى في ملابسات معينه بتزق اجزاء ان انت تغير. بص، هي دي فلسفه مدربين، يعني ممكن تكون هي فيها سلبيه، لان المباريات مش كلها سيستم واحد ولا سيمترية واحده ماشيه معاك. بمعنى انت لما بتلاعب مثلا، انا ما اقصدش مثلا لما بتلاعب مثلا في كاس مصر في دور ال 32 بتلاعب في الطبيعي بيبقى نادي درجه ثانيه، ما هواش نفس السيستم لما تروح لليفل مثلا زي ريال مدريد، زي البايرن، زي سان داونز افريقيا. ده ليفل تاني مختلف، المفروض انت اللي بتطبقها ما تطبقهاش، لكن هي فلسفه مدربين. كولر من نوعيه المدربين الذي لا يقوم باي تغيير قبل الدقيقه 60، يعني في الدقيقه 59 تبتدي اللعيبه تقوم تسخن، هو دي فلسفه عنده. في مثلا مدربين زي اسوري تلاقيه بين الشوطين منزل لك اربع لاعبين تغيير واحد بين الشوطين، فيها فلسفه مدربين. لكن كولر، احنا هنتكلم ارقام، كولر نجح مع الاهلي، نجح مع الاهلي، مقدم اداء كويس جدا، مقدم اداء كويس جدا. ناس كتيره بتشوف ان المنحنى بتاع الاداء متراجع السنه دي شويه، بس قبل ما حضرتك تحكم وتقول الكلمه دي، تملي لغه الارقام يا استاذ كريم هي الفيصل في اي حاجه. هات لي نادي في كل قاره افريقيا لعب في اقل من 35 يوم في اربع بطولات مختلفه سواء محليه او قاريه. انت لعبت النقطه دي احنا ملناش فيها منافس الحقيقه. انت لعبت من نص تسعه طبع. لعبت سوبر افريقي، لعبت دوري مصري، لعبت كاس مصر طبعا، لعبت كاس القديم كمان. لا ما هو الكاس، ما هو في كاسين مفتوحين على بعض يا فندم. ده انا ناسي حاجه، انت كده خمس بطولات مش اربعه. ايوه شفت بقى، انت لعبت دوري وسوبر افريقي واثنين كاس. لا كاس مصر خليك في القديم بس، كان ما تحسبش الجديد، ودوري ابطال افريقيا ولعبت الدوري الافريقي. خمس بطولات في كام؟ في 35 او 40. انت حسبت كاس العالم للانديه كمان؟ ده لسه رايح له، انا بتكلم على اللي احنا لعبناه، اللي احنا لعبناه في 35. فلازم وانت بتتكلم وانت بتقول ظروف النادي الاهلي تعرف ان الاهلي لعب، وحتى في الدوري انت لعبت مع الانديه القويه جدا، المصري والاسماعيلي، يعني ما لعبتش مع انديه صغيره. فالحكم تملي بلغه الارقام ان الدنيا ماشيه كويس. المنحنى ممكن يكون كالاداء مش عاجب زي الليفل اللي كان عندنا السنه اللي عدت، بس احنا بدايه موسم. اصل هو المنحنى لو طول سيكا بيزعل ناس كتير طبعا. يعني في ناس ابتدى يعني اعتبرت ان المنحنى ابتدى او كانت بدايته مع ماتشين سيمبا بالمناسبه قبل سان داونز. مع ماتشين سيمبا لازم يا استاذ كريم زي ما الناس بتنتقد لازم يبقى، يعني ما هو ده جزء من دور الاعلام، مش اعلام قناه النادي، قناه الاهلي مش محتاجه، يعني قناه الاهلي هي بتعمل الدور ده، لكن الاعلام كله لازم زي ما انت بتتكلم على انديه معينه لازم تتكلم بمنطقيه وتقدم وجبه كامله للجمهور. ما هو الجمهور ده بيصنع ثقافته منين؟ بيصنع رد فعله اللي على السوشيال ميديا وفي الماتشات منين؟ من حضرتك ومن غيرك ومن غيرك اللي هم المفروض بيقدموا. زي ما حضرتك بتقول له ان النهارده الاداء قدام سيمبا لم يكن مقنعا، ان كولر لم يغير، لازم تقول له حضرتك ان انت الاهلي لعب خمس بطولات، لعب في خمس بطولات مختلفه في اقل من 35 يوم. في مين نادي في الدوري المصري او حتى على مستوى قاره افريقيا لعب الكلام ده؟ مش هتلاقيه في النادي الاهلي. وبرغم كده هو ده قدر النادي الاهلي. لو احنا اللي قلنا الكلام ده بنفسنا بيقول لك طبيعي ان انت تقولوا الكلام ده، ما انتوا من منسوبي النادي الاهلي، لكن لما يكون على لسان الضيوف المتخصصين زي حضرتك فبيتكلم يعني بيؤتي ثماره في الحاله دي.